انت مش خايفه يا حبيبه؟ لا. ليه مش خايفه؟ عشان ده رايي. ده رايي؟ ده رايي الشخصي. ومش ندمانه ولا خايفه انك قلت القصيده دي؟ لا. قلتيها في وش الوزير؟ قلتها في وش الوزير. وتقدري تقوليها دلوقتي للناس؟ اه. طب ما تقوليها. قولي. خروف العيد نطحني وناوي يذبحني بسعره الغالي جرحني وماء مقلي وشوحني. مين انت عشان تاكل لحمي؟ مين انت عشان تجيب تمني بسعر الغالي؟ هشويك وحطم كل غلويك ولا يمكن هغذيك ولا صوفي يدفيك. ولو شفتك تبص بعين على صوفي وعلى القرنين هسن قروني وبحدين في صدرك وانزع الكتفين. كفاية عليك صوت العالي وانا صوتي كمان غالي ما يسمعنيش غير الشاري يكون عنده حساب جاري. الله. الوزير قال لك ايه لما قلت له كده؟ ما ولا يعني زي اللي انت قلتها على راسي. قال ما احنا مش على راسنا بقى. ايوه بس خلص الموضوع ده تعليق. انا عاوز اقول ان حبيبه هي الفائزه بالمركز الاول في القاء الشعر على مستوى الجمهوريه لمده عامين متتاليين.